كبير. دي بقى المكتبة طبعا ما بندخلهاش خالص. ومين دي؟ دي جميلة البنت بتاعت النظافة. ازيك يا جميلة؟ دي عاملة فيها المترشة. يا توحة الكلام على ايه؟ يا بطة مش قلنا كل الكلام ده في الهيش وبنلخص في الاخر؟ ولا قشطة صبح تاتا اتنين في تلاتة. ايه رأيك في النظام بتاع امبارح؟ وحياة ابوك ما تفكرنيش، دي شقة زبالة ونسوانها كلها عايزة الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني. سعادتك طلبت امبارح تروح شقة فيها نسوان بلدي. انت هتسرح لي حتة زبدة. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا لازم. عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده. بسيوني؟ بسيوني حاجه كده. بسيوني يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينه على المشاريب. لا اعتبري نفسك كسبتي، هروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه؟ ولد بصحيح يا ربنا. يا صباح اللي بتغني سندوتشين ودينا حاجه ساقعه. يا حبيبتي دايما البدايه عندك. بالهنا والشفتاشي. هقول لك حاجه، مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب. لا انا، لا انا بوتاجاز معدي. ما تهدي، في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياة ابوك بلاش الصباع ده، هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي، تختلف دماغك من الصبح. يلا كده احلى. الله الله الله، سخنه الله الله الله. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل اللي فيها برم، في برم يقع على الوقعه دي. والنبي يا اخويا وحتى ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين، وبعدين شايفك متنرفز قوي. يا عم دي قصه. قصه؟ فضيع شلني. عادي يا حبيبي. بسيوني. نعم. قول لي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي، ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك. هتيجي. مش هيك، انا حر. بس يوني مستنياك. شباب بيحبوا نمبر وان، عايشين كده لينا ستايلات، كل حياتنا يا حب يا فن. لا تغيرنا ولا تأمرجنا، ومحدش في الدنيا شركنا، والأصلنا دايما حدوه.
طاين ان عينيا هتحبي وايام الجايه انت بعد ريحنا وسبنا ده الكب وهو اللي حبيبنا وصاحبنا وفي قلوبنا الغالي انا مبسوطه قوي ان انت جيت ما انا مقدرش افوت اي حفله انت عارفاني طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو بيسو؟ لا كابو احلى ماشي يا كابو بقول لك ايه تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص معلش اذا كنت غلست عليك الصبح بس الصراحه انا كنت قاصد عادي انا متعوده على كده حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان بس مش غريب شويه عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله والله كلفتي روحك بس الصراحه الصرف باين باين وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟ الشعر الستايل اه صبحي مين؟ الحلاق بتاعي بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه شعر دق فوطه سخنه بيظبطني يو ار سو سويت يا بسيوم حلوه قوي الحفله بتاعتكم دي يعني انتوا كل يوم كده ها؟ على طول احنا كل يوم حفله عند واحد من الشله على فكره طارق شكله زعلان من اللي حصل النهارده سيبك منه هو على طول كده عامل فيها زعلان لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم زعل بينا ليه يعني ايه اللي ليه هو انتوا مش مرتبطين لا طبعا مش مرتبطين طارق ده ما بيرتبطش بحد طارق عايز كل حاجه تبقى بتاعته وبس بيني وبينك مامته مربيه على كده شوفي وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين لا مفيش ولا اي حاجه اصلا 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 انت يعني مفيش حاجه خالص خالص بقول لك ايه يا بسيوني ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا طب ما تستني بعد البوفيه ايه خلاص قبل اتفضلي هاي مامي هاي انجي مساء الخير يا فندم يا ماما ايه نظامها لا عادي خلاص بتبقى عادي طبعا شوف العيال ومقاساتهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كاننا هنا حبيبي ايه يا حمد مالك زعلان من ايه من قله يعني البنات في الجامعه يا سيدي لو بيغرك الرفع اقسمني اتنين يا مايا قال لك 100 مره انت زي اختي يوه ايه يا عم طارق مايا بتضحك معاك وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك انت هتستهبل اوعى غرك زي ما يغر انجي لولا سجرتين اللي ضربهم كنت تعال